بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. صباح الخير. صحيين ولا خلاص كده؟ يعني نطول على ساعتين ولا نخليها ساعتين بس؟ ساعتين بس. فاكرين احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن سلسله قلنا هنكمل فيها، اتكلمنا عن معرفه يعني ازاي يكون انسان شخص سوي مسيحي، وبعدين اتكلمنا عن لو تفتكروا معرفه الذات، مين انا وازاي اعرف نفسي، وقلنا نسال نفسنا ونسال الناس اللي حوالينا، وقلنا ان الانجيل ووصايا ربنا مرايه لينا تورينا نفسنا. ولو فاكرين قلنا ندور على الحاجات البوزيتيف والحاجات النيجاتيف فينا ونعرفها. وقلنا حاجه مهمه جدا هحب ارجعها تاني، ان كل واحد لازم يقبل نفسه بشخصيته مش بخطاياه، يعني بتكلم بشخصيته as he is، يعني زي ما هو. يعني انا مش قيادي، مش معنى كده ان انا انسان فاشل، ان انا ما عنديش، بس انا بعمل حاجه بايدي، او واحد قيادي ما بيعرفش يشتغل بايده. كل واحد يقبل نفسه كشخصه ويعرف ازاي يستثمر نفسه في المكان الصح. يعني واحد زي ما قلنا المره اللي فاتت عنده موهبه ان هو يقود، وفي واحد تاني عنده موهبه ان هو ينفذ، لو ده جه مكان ده الاثنين يفشلوا، ويقول انا فاشل ليه؟ طب ليه ربنا ما ادانيش دي؟ ربنا ادى مواهب مختلف. فمهم جدا ان انا اعرف ايه امكانياتي واتعامل مع نفسي من هذا المنطلق. وبعدين اعرف اللي حواليا، يعني الزوج يعرف زوجته والزوجة تعرف زوجها، وما يطلبهوش بالعكس، يعني ما يطلبهوش ان هو يعمل حاجة مش موجودة في امكانياته. ده كنا عليه المرة اللي فاتت. وبعدين قلنا معرفة ذاتنا فيها نقطة مهمة جدا، هي ان احنا حتى لو مواهبنا على الارض مش متقدرة من الناس اللي حوالين، هي في مواهب بس مش متقدرة من الناس اللي حوالينا. زي احنا في مصر مثلا لما ولد يكون شاطر في الرسم بس مش مجتهد قوي في الدراسة يقولوا عليه فاشل، انه في الحقيقة هو مش فاشل، الحقيقة ربنا مديله موهبة الرسم، بس احنا في تعليمنا المحدود بنلقنه وننعته ونربطه ونشده وننفخه وكل الحاجات على انه فاشل. ليه؟ لان احنا في دماغنا النجاح بس هو نجيب يطلع من العشر الاوائل. طب وبقية الفصل هنعمل في ايه؟ دول فشلة. لكن الله بيدي مواهب مختلفة. طب لو المواهب دي ملهاش قيمة في قيمة الناس اللي حوالينا، اعرف قيمتي كابن او كابنة لله. والقيمة دي الحقيقة لا تقدر بمال ولا بتمن، لان بنوتنا لله تعني لنا ميراث سماوي، وتعني ان احنا الاعمال التي انا اعملها تعملونها وتعملون اكثر منها ايضا. فاحنا بنأندر استيميت الوت كلمة بنوتنا لربنا، ونفتكر ان احنا ايه؟ اهو الاباء بيقولوا لنا كده عشان يرفعوا روحنا المعنوية. لا، it's not true. المسيح الذي مات من اجلنا ما دفعش تمن قليل عشان يدينا البنوة دي، دفع تمن كبير جدا. هذا التمن يساوي كل شخص وكل شخص منكم. عشان كده قلنا كيف تنظر للي حواليك؟ انظر للي حواليا، هذا او هذه من مات المسيح من اجله. طب انا جوزي متعب، طب انا جوزي بيعمل حاجات مش كويسه، طب انا مراتي مش عارف عامله ازاي، هذا من مات المسيح من اجله. الاباء قالوا هل احنا ننظر للناس على انها اجساد ماشيه فيها ارواح، ولا ارواح سائره تلبس اجسادا؟ اذا كانت نظرتنا محدوده بس للتصرفات الجسديه والشكل الجسدي بتاعت الناس، فنحن لم نرى بعد عطية الله فينا، عطية ربنا فينا أنه جعلنا أولاده. كيف ننظر للناس اللي حوالينا حتى ولو كانوا خطاة؟ فهذا الخاطي أو هذه الخاطئة أو هذا المعاند أو هذا المتكبر أو هذا المستهتر هو ابن لربنا مدفوع في الثمن. هذا ابن أيضا لإبراهيم. شفت النهاردة في القرايات ربنا أول ما نزل له المفلوج اداله العطية العظمى، مغفورة لك خطاياك، عشان ياخد البنوة قبل ما يديله الشفاء، لان دي كلفت المسيح ايه؟ دمه. الشفاء دي كلمه منه، كن فيكون، سهله. ان عشان كده قال لهم انتم مش فاهمين قيمه اللي انا اديته لكم، احنا كمان مش فاهمين قيمه اللي ربنا اداه لنا. كلمه ندعى ابناء الله، ابانا الذي اللي بنقولها دي كل يوم بكروته شديده، في ناس يقفوا عند كلمه يا ابانا دي ويقعدوا ساعات. يعني ايه ابانا؟ وانت ابويا بجد؟ ودفعت قد ايه عشان تعملني اب؟ وايه العظمة هذا السر العظيم الذي يهان من اجلنا ويسبح من اجلنا ويشتم من اجلنا وتتدقى عشان بس ناخد احنا اللقب ده، اللي احنا مش نقول انا مين، انا ولا حاجه، ويجي لنا صغر نفس
وشعور ان احنا مناش قيمه. يبقى احنا قيمتنا ابناء لله ليست قيمتنا في كلامنا ولا في فلوسنا ولا في جمالنا ولا في شكلنا ولا في علاقاتنا ولا في كل الكلام المادي ده. وانا لازم نعمل توازن. نرجع للحته دي تاني ونرجعها ان قلناها بسرعه المره اللي فاتت. لازم اعمل توازن في حياتي ما بين الوقت والبرنامج. يعني ايه الوقت والبرنامج؟ الوقت ده وحده الحياه مش كده؟ في ناس يقول لك ايه اهو بنضيع وقت. الحقيقه الكلمه دي في منتهى الخطوره. عارفين كلمه بنضيع وقت يعني ايه؟ يعني بضيع حياتي. فاكرين قلت لكم قبل كده وكذا حد قال قبل كده اللي في جهنم يتمنى دقيقه من عمرنا، دقيقه واحده يقدم فيها توبه ولا يجدها. يتمنى ياخد من حياتنا دقيقه، دقيقه اللي احنا بنضيعها كده في اي كلام يعني، يعني نقف نقول جيب سيره ناس، نقف قدام التلفزيون نتفرج على مسلسلات، نعمل اي حاجه. الدقيقه ده هي تتمناها كل الخطاه اللي في جهنم، يقول يا رب اديني دقيقه ارجع اتوب ولا توجد لها هذه الدقيقه. كم من دقائق ضيعنا؟ طب نعمل ايه؟ يبقى لي برنامج. يعني الوقت ما يبقاش رياكشن للاحداث. يعني ايه؟ انا صحيت الصبح هنعمل النهارده، مستني حد يجر شكل، يجر شكل حد، اروح اعمل اكل، اروح على الشغل، انا مش عارف ايه. ما عنديش برنامج، ما عنديش برنامج ليومي، وما عنديش برنامج لروحياتي. عدم وجود برنامج، عدم وجود ترتيب لليوم، اليوم يتسرق مننا. كانوا بيعلمونا في الشغل زمان قبل ما تنام رتب تاني يومك. يعني تقول انا الصبح عندي كذا، بص في الكالندر بتاعتك، شوف الميتنج بتاعتك، رتب اليوم عشان اليوم ما يتسرقش منك. لان ممكن يجي حدث هايف في حياتي يضيع مني 3 4 ساعات، واضيع قدامه حدث مهم كان المفروض اعمله، عشان انا مش عشان رياكتنج حياتي، انا قاعد مستني الاحداث تحصل وانا ايه ارد رد فعل. يبقى لي برنامج كل يوم قبل ما انام، انا بكره هعمل ايه، وادخل في البرنامج ده الاهداف اللي احنا حطيناها المره اللي فاتت، ان يكون ليها هدف روحي، واعتبر ان بكره قد يكون اخر يوم في حياتي. طب انا هعمل ايه في اليوم ده؟ يبقى لازم يكون في علاقه مع ربنا، ولازم يكون في صلاه، ولازم يكون في شغلي وادائي وواجب اللي عليا. توازن ما بين ما يريده الناس وما اريده انا. ساعات احنا بنحاول نراضي الناس، او بمعنى اصح نراضي شكلنا قدام الناس على حساب المفروض يتعمل. يعني يهمني يبقى شكلي في المجتمع وفي وسط اصحابي بصوره معينه، مش مهم بقى هيحصل ايه. ده في ناس بيتخانقوا الصبح قبل القداس علشان في ناس مجموعه منهم شمامسه عاوزين ينزلوا بدري، وفي مجموعه تانية لسه مش عايزين ياخدوا وقتهم في اللبس، فيتخانقوا الصبح وهم جايين الكنيسه، واليوم يبقى بخناقه، بادي بخناقه بدل ما يبقى بادي. انا مش بتكلم على حد على فكره، انا بتكلم ان جنرال، عشان حد يكون عنده المشكله دي يقول لك ابونا بيقول اسرار، انا بتكلم ان جنرال. او اي سبب الصبح علشان مش مرتب وقتي، البرايورتي ان شكلي هيبقى قدام الناس عامل ازاي اهم من حضوري الصلاه. يعني هو القداس هيمشي، ما هنيجي نقول لابونا اخطيت وهيناولنا في الاخر، طب انا استفدت ايه؟ ما يريده الناس وما اريده انا وما يريده الله. كان ابونا المتنيح قداسه البابا شنوده بيقول مره في بدايه رهبانته، يعني كان يتقابل مع واحد من المتوحدين، فبيقول له ان انا طلب مني اني اطلع اسيب الوحده، حياه الوحده يعني والصلاه، واطلع اخدم بره. وانا قعدت افكر ولقيت ان دي مش ارادتي، فقلت خلاص طالما هي مش ارادتي تبقى دي اراده ربنا. فقال له لا، في اراده ثالثه ممكن تكون، ممكن تكون اراده الناس، لا هي ارادتك ولا هي اراده ربنا بل اراده الناس. لازم نختبر في حياتنا ايه اراده الله في حياتي، وايه ارادتي انا، وايه اراده الناس اللي حواليا، ويبقى لي توازن ما بين الثلاثه. ما هو التوازن ما بين الثقة بالنفس والتواضع؟ لأن الثقة بالنفس بدون تواضع تجيب إيه؟ كبرياء. وتواضع بدون ثقة بالنفس يجيب إيه؟ صغر نفس. طب يعني إيه القصة دي؟ يعني أنا أستطيع كل شيء بس في المسيح الذي يقويني. والمواهب اللي موجودة عندي سواء كانت ذكاء أو جمال أو شكل أو فلوس أو أي حاجة، هي عطية من الله، لأن في حد تاني اتولد ما عندوش الحاجات دي. وذكاء اللي جاب لي الفلوس او شغل ما انا ماليش يد فيه. فكل ما هو في حياتي هو عطيه، ده يديني ايه؟ توازن ما بين عطايا ربنا ليا اللي بشكره عليها، ولما اشعر ان انا ما عنديش حاجه اقول لا، ده انا ابن ربنا واستطيع كل شيء في المسيح الذي يكوني. التوازن ده مهم جدا ما بين الثقه بالنفس وبين التواضع، الشعور ان ربنا هو اللي معطيني كل حاجه. توازن ما بين صورتي الخارجيه والحقيقه من الداخل. زي ما قلنا كلنا نهتم ان احنا نظهر بمظهر كويس قدام الناس اللي حوالينا،
بس نيجي في البيت يقول لك ده في الكنيسه زوجي ده يعني شماس وبيقف قدامه وبيصلي وحاجه جميله جدا، بس تعالى بقى اتفرج عليه في البيت يا ابونا. او العكس يقول لك ده مراتي دي خادمه وبتخدم الاولاد وتعلمهم، وتعالى اتفرج في البيت الصوت العالي والشتيمه والزعيق والخناق. الصوره من الخارج والصوره من الداخل. السيد المسيح بيهتم بايه؟ نقي داخل الصحفه اولا. المفروض يكون الخارج يكون ايه؟ ريفليكشن اللي في جوه، ما يكونش ماسك، ما يكونش بيرسونا. عارفين القناع اللي بيلبسوه في التمثيل؟ يقول لك الممثل لما يطلع على المسرح يلبس الشخصيه الاخرى فيعيش في هذه الشخصيه فيبكي فعلا وهو في الشخصيه دهينت ويتاثر، لكنها ليست شخصيته، دي شخصيه اللي هو لابس. احنا ساعات نلبس شخصيه جوه الكنيسه، شخصيه شكلها وقور، ونروح البيت يبقى شكلنا ايه؟ عكور. عارفين عكور؟ يعني معكر كده. عكور دي ليست كلمه عربيه بل كلمه تاليفيه. ازاي اعكر على اللي في البيت؟ ويقول لك ما انا ايه بطلع غلبي فيهم، او هي او هو ما انا مستحمل الاولاد طول النهار. ونلاقي الصوره الخارجيه غير الصوره الداخليه تماما. فربنا والملائكه كده بيبصوا، هم دول اللي كانوا في الكنيسه دلوقتي؟ الله، طب قلبوا كده ليه؟ ما يبقاش عارفين، يعني السماء تبقى مستغربه، طب هم ازاي بيقروا يقلبوا؟ يعني هم ما عندهمش هم فوق الحاجات دي؟ بيقول لك بيقلبوا يعني زي سويتش من يعني يا الله العظيم الابدي ونور التسبيحه والصلوات لحد في حلل وضرب بالتاء، يعني ازاي السويتش ده بيحصل بسرعه؟ فيبقوا مستغربين فوق، لان احنا بنلبس قناعين شخصيتين. ازاي ندخل الشخصيه اللي احنا لابسينها في الكنيسه الى اعماقنا؟ ده يحتاج قعد مع النفس. التوازن ما بين الكلام والاعمال. الكلام والاعمال، الكلام والوعود الروحيه مقدمها لربنا واعمالنا. الكلام اللي بنوعده للناس اللي حوالينا واعمالنا. هل كلامنا هل اعمالنا هي ريفليكشن لكلامنا ولا دول حاجتين مختلفين؟ التوازن بين المديح والنقد. ايه الحته دي؟ ساعات ان احنا بنسعى، يعني في مره كنا بنتكلم في اعداد خدام مع الواد اللي بيتخرجوا عن الـ 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 الخدمه يعني. فحد مره منهم كان بيتكلم بيقول احنا بنعمل حاجات وساعات we don't get appreciation. قلت له that's the best thing you have in your life، انك تخدم وما تاخدش appreciation. ده تتضايق جدا لو حد قال لك thank you لان راح اجرك. انت المفروض تسعى انك تخدم وما يكونش عندك ايه؟ appreciation. اهرب من المديح الناس. اذا مدحك الناس قول له اشكرك يا رب لان خليت الناس ما يشوفوش خطاياي ويشوفوا العمل ده. واذا ذمك الناس قول ما انا استاهل، ما ياما اتمدحت وانا ما استحقش. فيعمل الانسان توازن، ده التوازن اللي بيتكلم. عارفين في الاديوره كانوا يعملوا ايه للاباء الداخلين الجديد؟ يودوهم كده، كان في طافوس للناس اللي هم المتوفين الاعراب قدام الدير بره دير الانبابوله لو حد راح قبل كده. فيبعتوا الراهب يقولوا ايه؟ روح اشكر الناس اللي ميتين بره دول. يقعد يشكرهم ويرجع، يقول شكرتهم؟ يقول طب روح بقى زعق فيهم واشخط فيهم. يروح يشخط فيهم ويرجع. قالوا ردوا عليك؟ يقولوا له لا. يقول لهم هكذا يكون الراهب. لا يفرق معاه المديح ولا يفرق معاه الذم. الوعود والالتزامات في احنا كلنا بنتكلم عن الشخصيه المسيحيه المتزنه عشان نبقى في نفس الموضوع. الشخصيه المسيحيه المتزنه لها مواصفات معينه. المواصفات دي محتاجه تتراجع، الشخص يراجعها مع نفسه، ما ياخدهاش باي ديفولت. الشخصيه دي مأثر عليها تربيتنا، المجتمع اللي احنا اتربينا فيه، التعليم اللي اتعلمناه، والمفروض الروحيات اللي خدناها من الكتاب المقدس. ساعات الشخصيه دي بيحصل لها تغيير نتيجه مفيش توازن. احنا دلوقتي بنتكلم في التوازن، ازاي اظبط في شخصيتي. الشخصيه ممكن تتظبط، مش هتتغير لكن تتظبط. الوعود والالتزامات. انا بدي بروميسز، في عندي التزامات، كل حد مننا عنده التزامات. الزوج مسؤول عن حاجات معينه في البيت، الزوجه مسؤوله عن حاجات، الاولاد مسؤول عن حاجات مختلفه. دي كوميتمنت، ده مش بمزاجي، ده لازم اعملها. الالتزامات اللي عليا لازم تكون ليها دور وجزء في حياتي. الوعود لازم تكون وعود اقدر انفذها، تكون وعود رياليستيك يعني قابله للتنفيذ، اتشيفابل، زي الحاجات اللي بياخدوها في المدرسه، حاجه اقدر ان انا اوصل لها، اقدر اعملها في وقت محدد. الحاجه ده هي مش في الخيال. يعني حد يجي مثلا بيشتغل 12 ساعه في اليوم يقول لي اوعدك يا ابونا انا هصلي 7 صلوات. اقول له ما توعدنيش انك هتصلي 7 صلوات، مش هتقدر، ما فيش وقت. احنا نصلي صلاه ثانيه، نصلي صلاه داخليه بقى طول الوقت بدل ما نعمل كده. وبعدين ازاي اعمل بالانس بين الحياه الاجتماعيه والحياه الشخصيه ومسؤولياتي؟ يعني الحياه الشخصيه، الحياه الاجتماعيه اللي انا موجود فيها، اصحابي والناس اللي حواليا وخروجاتي، وما بين بلس ما بين
حياتي الاجتماعيه، الناس اللي انا مسؤول عنهم وخدمتي وهكذا. بالانس ما بين الانبوت والاوتبوت. ايه حكايه الانبوت والاوتبوت دي؟ كل انسان بيتصرف من فضله القلب. يعني ايه القصه دي؟ يعني ما فيش حد يقول لك ايه ده عصبي يا ابونا بس قلبه ابيض. الكلام ده doesn't exist، الكلام ده مش مظبوط، تعليم غير سليم. من فضلة القلب يتكلم اللسان. العصبي لازم يقعد مع نفسه ويدور ايه سبب العصبية. سبب العصبية بيكون حاجة من ثلاثة، يا اما ذات، وده في معظم الاوقات انا ذاتي ما تستحملش ان حد يقول لي حاجة، يا اما اجهاد شديد في العمل، يعني بيشتغل 12-15 ساعة فمجهد عصبيا، فده يكون سبب العصبية. اول حاجة التالتة قريبة منهم هي عدم الراحة، يعني حد ما بينامش باستمرار ما بيرحش باستمرار، فيكون ده تريجر. او الرابعة حاجة نفسية، يكون في مرض نفسي محتاج يتعالج. كل حاجة من التلاتة من دول محتاجة، لكن مفيش حاجة اسمها انا عصبي بس قلبي ابيض. انا عصبي بس في سبب، ولازم اشتغل على السبب ده، مش ادي لنفسي اكسكيوز. الانبوت والاوتبوت اللي بتشوفه عيني واللي بتسمعه ولادي وداني واللي بينطقه لساني بيتخزن في عقلي، وهو ده اللي انا هقوله. يعني لما بنقول لاولادنا ما تسمعوش الاغاني اللي فيها كلمات مش كويسة، ليه؟ عشان غصب عنك في وقت الخناقة كل الكلمات اللي انت سمعتها هتطلع. بنقول للناس ما تتفرجوش وما تسمعوش حاجات مش كويسة، او ما تقعدش في عادات نميمة، لان في وقت معين كل ده هتريجر علينا. ده زي الكمبيوتر، في ميموري، ذاكرة. العين بتدخل على الذاكرة، والودان بتدخل على الذاكرة، والكلام اللي انا بقوله بيتسجل في وداني ويخش على الذاكرة. ووقت الضغط ووقت الكلام بيروح المخ يجيب منين؟ واللسان من اللي بتخزن. يبقى هولي ان هولي اوت، مقدسات داخلة يطلع من فمي مقدسات، شر داخل يطلع مني ايه؟ شرور. وقلنا دي كانت نقطة مهمة وطلبت ان احنا نعيدها تاني المرة دي، الاولويات، ما يجب ان تفعل وما تريد ان تفعل. big difference، انا عايز اعمل ايه والمفروض اعمل ايه. يعني ايه الحتة دي؟ يعني في حياتنا في مفروضات، في حاجات لازم اعملها. انا لازم اروح الشغل عشان عندي شغل، الام لازم تصحي اولادها لو ما بتشتغلش بدري في ميعاد المدرسه، في حد لازم يوصلهم، في حد لازم يعمل الاكل، في حد لازم يدفع الفواتير، في حد في حاجات يجب ان تفعل، في حاجات must be done في البيت وفي حياتنا. لازم يكون عندي علاقه مع ربنا لو انا اولوياتي مظبوطه. وبعدين ماذا اريد ان افعل؟ ماذا اريد ان افعل يجي بعديهم، يجي بعد ماذا يجب ان افعل. يعني لما الاثنين يتعارضوا مع بعض، انا عايز اروح اقعد على البحر بس عندي شغل، يبقى مضطر اروح الشغل مع ان انا عايز اقعد على البحر. انا عايز اعمل حاجه بس عندي التزامات ناحيه اولادي او ناحيه بيتي او مراتي، لازم اعملها. يبقى لازم عشان كده وضع برنامج لليوم وترتيب وقتي مهم جدا. ما تسيبوش الحياه هي اللي تزقنا وترزعنا، من غير بلاننج لحياتنا بنبقى رياكتنج وبنتخبط. على فكره معظم الحاجات اللي في ستادي اتعملت، مش وقتها دلوقتي بس اقول لكم يعني معلومه عنها، ان اللي بيأثر في الحاجات الخارجيه اللي بتأثر في حياتنا لا تتعدى 5% رياكشن بتاعنا هو اللي بيخلي الحاجه دي تتعدي ازاي. يعني لو واحد الصبحيه مستعجل وبعدين وهو بيشرب كوبايه الشاي ابنه راح زايقها دلقها على هدومه فهيتأخر، في معظم الاحيان الاب ده هيزعل ابنه، وبعدين الام هتتدخل، وبعدين الباص بتاع ابنه هيتاخر فهيضطر يوصله المدرسه، فبدل ما يتاخر ربع ساعه هيتاخر ساعه ونص. الرياكشن بتاعه لو كان هو خد الموضوع ودخل غير البنطلون هيتاخر 3 دقايق بس. فالفكره كلها الاستادي بتقول ان الحاجات اللي بتحصل لنا اللي ملناش قدره على السيطره عليها لا تتعدى 5%. رد فعلنا ليها هو اللي بيحدد هتعمل فينا ايه. رد فعلنا للحاجه. فاحنا لو فكرنا في الحاجه قبل ما نعملها وقلنا ازاي نمينيمايز الدامج اللي حصل في حياتنا، ممكن الامور تعدي باحسن من كده. ده بيزن ستادي، مش بكلمكم روحيات خالص. ما يجب ان نفعل وما نريد ان نفعل حاجه مهمه جدا. هو دي مهمه ولا لا؟ حطينا كده 5 نقط، والاباء حطوا 5 نقط في الترتيب لاولوياتنا. يعني لما يكون حاجتين متعارضين اعمل ايه؟ هل الحاجه دي ليها علاقه بابديتي؟ يركنها على جنب عشان الابديه لسه عليها بدري. لا طبعا مش هو ده. احنا في معظم الاحيان بنهتم بحد عيان،
بمشكله، بفلوس، بحساب في البنك هيتقفل، بمصيبه، اكتر ما ما بنهتم بابديه. وده معناه انها مش محطوطه في مكانها الصح. لازم القانون الروحي وابديتي تاخد برايورتي، لان انا الارض اللي انا عايش عليها دي مؤقته، البيت اللي انا بحاول اجيبه مؤقت، واللي عندي مؤقت، والحساب اللي في البنك مؤقت، والشغل والتايتل والمركز مؤقت، وشكلي مؤقت، والايمج بتاعي والسنات مؤقت، وساكن فين ومعايا باسبور ايه، كل ده مؤقت. لان في الاخر هنقف قدام ربنا وهنقدم حسابا عن اعمالنا، وبقى اللي عنده بيت متسجل واللي عنده باسبور كل ده انفاليد، هو باسبور واحد اللي هيبقى معانا. هل انت شبه المسيح ولا لا؟ That's it. قانون روحي يبقى نمرة واحد. نمرة اتنين في الاولويات الكوميتمنت الاسرية، التزاماتي الاسرية. تلاتة الشغل. اربعة الخدمة. يعني لو الخدمة هتيجي على بيتي من الاولى البيت. يعني ايه تيجي على بيتي؟ عشان بس من تيجي على بيتي يعني عندي كوميتمنت على البيت. يعني ابني المفروض يروح للدكتور دلوقتي، ما حدش بيسوق غيري، يبقى لازم اوديه. يعني في 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 ميعاد معين لدرس معين ما فيش حد هيعملها تاني، يبقى لازم اوديه. يبقى لازم ان انا ارتب اولويات بيتي. ده محتاجه تنظيم، مش معنى كده اسيب الخدمه، محتاج كده لازم انظم واحط في الاولويات ان بيتي نمره واحد. من اهمل خاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان. وبعد ما الخدمه تيجي بقى ايه؟ ما اريده انا، هواياتي وحياتي الشخصيه لازم لها مكان، بس ترتبها يبقى نمره خمسة، ما تبقاش على حساب اي حاجه من الحاجات اللي موجوده فوق. والناس رتبوا الحاجات اللي موجوده في حياتنا الى الاربع نقط دول، حاجه اسمها مهم وعاجل، وغير مهم وعاجل، ومهم بس غير عاجل، وغير مهم وغير عاجل. ايه بقى العاجل ومش عاجل دي؟ علشان نقدر نرتب الحاجه بتاعتنا، ساعات احنا نصحى من الصبح نبتدي يومنا زي ما قلنا بدون ترتيب، فوانا برتب يومي دي ممكن تساعدنا شويه. حاجه مهمه وعاجله يعني حاجة ليها أهمية والوقت بالنسبة لها ما ينفعش يتأجل. يعني إيه؟ في امتحان بكرة الصبح، والامتحان ده هيحدد أنا هاخد اللايسنس ولا لأ. يبقى ده مهم وعاجل. مهم لأن الامتحان الأساسي إن أنا أخد اللايسنس ولا لأ، عاجل لأنه بكرة الصبح ما ينفعش أجله. المذاكرة بعد بكرة حتى لو أجلها يوم واحد وهبقى كويس قوي هفقد الميعاد. الحاجة اللي ليها ميعاد وليها أهمية كريتيكال يبقى لازم تاخد إيه؟ برايورتي. إحنا كده بنتكلم إزاي نحط برايورتي. في حاجة غير مهمة بس عاجلة، يعني لازم ادفع فاتورة التليفون قبل الديدلاين، هي دي مش مهمة، يعني لو ما دفعتوش مش هموت، مش هيجيلي حاجة، بس هي عاجلة لان ليها تايم، ليها ديدلاين، فمحتاج اعملها. هي مش مهمة لحياتي، يعني لو ما دفعتش التليفون هدفعه بعد كده، بس عاجلة عشان في بنالتي. فدي حاجة غير مهمة بس عاجلة. في حاجة مهمة بس غير عاجلة. انا لازم مثلا امتحان بتاع اللايسنس ده بس لسه بعد 6 اشهر، هو مهم بس لسه عليه وقت كفايه بعد 6 اشهر. ان سوء من الامثله. حاجه غير مهمه وغير عاجله، عايز ابقى اتفرج على فيلم قديم لاسماعيل ياسين، عايز ابقى اعمل اي حاجه، يعني عايز ابقى اعمل حاجه يعني مش مهمه ومش عاجله، بس انا اي وانت تو دوت، بحب انبسط واقدر ريلاكس اتفرج عليه. يبقى وانا بحط الحاجات في حياتي احط البرايورتي على هذا الاساس، ايه المهم والعاجل، ايه الارجنت اند امبورتنت. ارجنت له علاقه بالتايم، امبورتنت له علاقه باهميته، الامباكت بتاعته على حياتي ايه لو ما عملتوش. الحاجه الثانيه مش مهمة بس عاجلة، يعني حاجة لازم تتعمل في ميعادها بس هي بالنسبة لي ما هيش حاجة مهمة. دي تاخد نمرة اتنين. حاجة ليه؟ لأن التايم بالنسبة لي إذا important factor، ليه؟ عشان كده بقت نمرة اتنين. التلاتة مهمة بس غير عاجلة، هي مهمة بس أقدر أجلها شوية، أقدر أبتدي المذاكرة بعد أسبوع بعد 10 أيام، بس لازم أروح أعمل حاجة دي قبليها. غير مهمة وغير عاجلة تاخد البرايورتي نمبر 4. ده كنا بنحط أو بنساعد بعض إزاي نرتب الحاجات في يومنا أو في حياتنا. كلنا عندنا احتياجات لحياتنا، كلنا عندنا احتياجات روحية ونفسية وجسدية. مفيش حد ملوش الاحتياجات دي. مفيش زوج يقول ايه ما احنا كبرنا بقى انا ما مش هقول لزوجتي كلمة كويسة. هي ليها احتياجات انها تسمع كلمة كويسة. ومفيش زوجة تقول لجوزها مش مهم انا بطبخ له وبعمل له الاكل وعايز مني ايه تاني. كلنا لنا احتياجات جسدية للحب وللاحساس بالاهمية وللكلمة الكويسة. مهما كان عمرنا، الطفل والصغير واليوث والإنسان الكبير وحتى الشيوخ، كل الناس تحتاج إلى هذه الاحتياجات الجسدية والنفسية. كلنا لنا احتياجات روحية. لما نيجي أي حاجة من الحاجات دي تيجي على حساب التانية
بيضعف النفسية أو الروحية أو الجسدية بتاعت هذا الشخص. فالشخص يا إما يجيله صغر نفس أو آلام نفسية أو يبعد روحيا وينطفئ روحيا لأنه إيه ما ملاش احتياجاته في الثلاث حاجات دول. الجسد يحتاج لإيه؟ الجسد يحتاج يأكل بس بحرص علشان ما ندلوش أوفر، يعني صحيا الأوفر الأكل. انتوا عارفين الناس اللي بتبقى تعبانة مثلا من ضغطه كده، يقول له طب لوس شوية ويت وقلل في أكل الدهون ويعمل مش عارف إيه، يلاقوا الحاجات دي اتظبطت من غير أدوية. فالجسد محتاج أكل بس محتاج إيه؟ انضباط، لأنه لو سبناه لوحده ياخد فوق طاقته. احتياجاتنا الجسدية في على كل المستويات محتاجة انضباط ومحتاجة إن يكون ليها تتاخد في الاعتبار. الاحتياجات النفسية زي الإحساس بالأمان، زي الإحساس بالحب، بالإحساس بالأهمية، الإحساس إن أنا مش نكرة. في ناس يتعاملوا مع بعض إنهم يصغروا في بعض، انت ما تفهمش في حاجة وانت فالح في حاجة، حد أم تقول كده لابنها ما انت طول عمرك خيبان، وتبقى هي مش واخدة بالها، هي فاكرة انها بتعمله موتيفيشن بقى عشان يبقى يعني ولد كده، وهي عمالة تكسر في كل عزيمته الداخلية. كل كلمة نيجاتيف بتتقال لأولادنا او من زوج لزوجته او من زوجة لزوجها هي في الحقيقة نوع من انواع القتل. مش حاجة اسمها قتل نفس، ده نوع، لان في اولاد بيكوميت سيوسايد من الضغط النفسي في المدارس، مش قريب عن كده، من التعيير من البولينج بيحصل لهم كده، الناس بتكوميت سيوسايد هنا في امريكا. الضغط النفسي هو نوع من انواع القتل، ان احنا نهين النفس امام الله خطيه كبرى جدا. من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب ايه؟ نار جهنم. يا رب هي الكلمه دي، يعني احنا بنقول اكتر من كده بكتير، لان ربنا بيبقى عارف ان احنا نقتل نفس لما نتكلم على حد بالصوره دهيت. يبقى الاحتياجات النفسيه النفس تحتاج انها تعامل باحترام، ما يحصلهاش اهانه. كل الناس بتخطئ، لما نخطئ نقعد ونتحاسب لكن ما نهنش بعض. زي ما اتكلمنا قبل كده ان وهنتكلم تاني ان نسبه كبيره من المشاكل اللي موجوده في البيوت نتيجه الاهانات وقت الخناقه مش نتيجه الموضوع اللي بيتخانقوا عليه. تاني الحته دي، نسبه كبيره من المشاكل اللي موجوده في البيوت نتيجه الاهانات اللي بتحصل اثناء الخناقه اثناء الحوار مش نتيجه المشكله نفسيها. يعني لما تقعد معاهم تقول لهم طب هي المشكله ايه؟ لا ما هو ده القديم حصل كذا، هو قال كذا، ودي قالت كذا، ويبقى كل الدنيا مشتعله نتيجه التصعيد اللي بيحصل كل مره بعد كل خناقه، لكن السبب نفسه تلاقيه هايف. هم اللي يقولوا عليه كده، مش احنا بنقول عليه كده، الناس يقولوا عليه ان هو هايف. طب ايه اللي كبر الدنيا وايه اللي بوظها؟ التجريح، عدم احترام الناس لبعضيهم. الداله يا جماعه لا تفقد الاحترام، يعني بين الزوج والزوجه وبين الام واولادها والاولاد وابائهم لازم يكون في احترام. اذا انا هحترم ابني، ايوه، وهو يحترمني، ما هو لو احترمته هو هيحترمني باك. لو انا طول النهار بزعق وبشتم وبتخانق، ده اللي بيدخل، فاكرين انبوت واوتبوت، اللي بيخش في ودنه الموديل بتاع بابا وماما اللي بيزعقوا، الاوتبوت زي كمان هيجيبه من فين؟ ونقول اولادنا بقوا يبجحوا فينا عشان احنا الانفايرمنت اللي عايشين في البيت، سواء انا وجوزي مع قدام اولادي او انا وزوجتي او ما بيني وما بينهم، كله زي وخناق. اولادنا هياخدوا مننا اللي احنا عايشينه، مش هياخدوا مننا اللي احنا ايه بنعلمه لهم. علموا زي ما انتوا عايزين، مش هنعيش الحاجه في بيوتنا مش هتنطبق على اولادنا. كلنا لنا احتياجات جسديه لازم نتاكد انها بتتاخد، ونحترم احتياجات الجسديه بتاعت الاخر في الزواج وفي العلاقات وفي كل حاجه. لينا احتياجات نفسيه لازم تحترم ما بين الناس وبعضيها وبين اولادنا، ولينا احتياجات روحيه لازم نخصب نفسنا عليها عشان بتتنسي. لينا احتياجات روحيه، الروح ممكن تموت لو احنا ما ديناهاش احتياجاتها الروحيه. احنا قلنا الاحتياجات النفسيه نرجعهم تاني، الحب، النمو، الحريه، تحقيق الذات، الاحترام، الامان، الانتماء، كل دي احتياجات النفس بتحتاجها. ودورنا كازواج وازواج وزوجات وامهات وامهات ان احنا نوفر في البيت الحب والنمو، يعني كل واحد يحسس ان هو له قيمه، الحريه الحكيمه،
تحقيق الذات. يعني يعني مش لو انا ابني امكانياته في المذاكره بس هو بيحاول اللي عليه، ما افضلش اجرح فيه، اقول له بس انت شاطر في الحاجه الفلانيه، طب شاطر في الحاجه الثانيه. الاحترام، وقلنا ده فيري امبورتنت، الامان، ان يكون ده مكان فيه امان ليا، والانتماء. هنختم بالنقطه دي، والنقطه دي في منتهى الاهميه، الحدود او الباوندرز. احنا في المجتمع القبطي الارثوذكسي المصري الشبراوي المصري الجدادي لكل حاجه، لا يوجد عندنا لا حدود ولا باوندرز، او لو عندنا حدود عندنا حدود غلط خالص. يعني ايه حدود؟ مش حدود بتاعت اقف عند حدك، لا غير دي، في حدود اخرى. كل حد مننا، كل او الزم حدودك، كل حد مننا لازم يكون له حدود لنفسه، وكل اسره لازم تكون ليها حدود لهذه الاسره، وكل مجموعه من الاصدقاء لازم يرسبكت الحدود بتاعت بعض. وهنتكلم بقى ان ديتيلز في الكلام ده. والولد ابني له حدود، حته بتاعته محدش يدخل فيها، وكل حد له حدود. يعني ايه؟ احنا ربنا خلقنا كيانات ليست متماثله في الشخصيات، لكن واحد في الطبيعه. يعني طبيعتنا ايه؟ ناسوت. طبيعتنا جسد، كلنا عندنا جسد. ناسوت يعني جسد. طبيعه الله ايه؟ لاهوت، مش كده؟ احنا طبيعتنا ناسوت. طبيعه البتاع دي ايه؟ خشب. لما نقول المنجليه، ما هي طبيعه المنجليه؟ خشب. دي خشب، واللي هناك برضو خشب، طبيعه واحده من نفس الطبيعه. الله طبيعته ايه؟ لاهوت. احنا طبيعتنا ايه؟ ناسوت، جسديين، جسد وجوانا روح، بس الناسوت ده هو تركيبه ما بين الجسد والروح والنفس، ده طبيعتنا احنا. لكننا مختلفين، مختلفين في حياتنا وفي اسلوبنا وفي طريقتنا وفي احتياجاتنا وفي شخصياتنا، ولازم نحترم هذا الاختلاف. لازم الصديق والصديقة والأسر اللي هي بتتصادق مع بعض تحترم ان الأسرة التانية قد تكون مختلفة، ومش لازم عشان هو بيحبني او انا بحبه يبقى زيي، او يعمل اللي انا بعمله والا بطل يحبني، او يسأل عليا بالطريقة اللي انا عايزه يسألني فيها في الوقت اللي انا عايزه يعملني فيه والا بطل يحبني. ده كل دي اخطاء تربوية احنا طلعنا بيها، ان احنا بنخش في حدود بعض زيادة عن اللزوم في فكرة ايه؟ ما احنا صحاب او احنا أسر اصدقاء. مش معنى الصداقة ان انا اقتحم حرية غيري، مش معنى ان احنا قريبين من بعض ان مبقاش فيه باوندرز بيننا وبين بعض. كل شخص يحق له ان يكون له حدود، وكل شخص يحق شخص يحق لها ان يكون لها المساحة الخاصة بيها. المساحة دي طبعا لازم تدرس الموضوع ده، موضوع طويل، موضوع الباوندرز ده ممكن نقعد فيه محاضرة طويلة جدا، بس انا هديكم فكرة عنه، ممكن نبقى نكمله المرة الجاية. لازم وانا بتعامل مع الناس، النهارده ناخد نقطه واحده، وانا بتعامل مع مع الناس اللي حواليا احترم حدودهم. دي هناخدها النهارده. يعني انا ليه اصدقاء كلمتهم في التليفون، كنتوا فين النهارده، تهربوا من الرد، مش لازم اسال السؤال مره تانية، وما قالوليش ما بقوش صحابي، وما دخلتش وعرفت عملوا ايه بالظبط، وكلوا الساعه كام، وعملت ايه. الكلام ده يتقال حتى للام لبنتها اللي اتجوزت او للبنت. اتركوا مساحه للناس علشان تاخد حريتها، لان لما بنزود في كده بيحصل ايه؟ بيحصل مشاكل، وده علميا غلط وتربويا غلط وروحيا غلط وكل حاجه فيه غلط. الباوندرز او الحدود دي حاجه مهمه جدا عشان يبقى عندنا مجتمع سليم وحياه سليمه. لازم الزوج يترك مساحه لزوجته انها ممكن تقعد مع نفسها شويه، يبقى ليها فتره لحياتها الشخصيه، والزوجه تترك لزوجها مساحه صغيره انه يتحرك فيها. لا، لكن انا ما بتكلمش على unlimited، انا بتكلم على mutual respect لخصوصيات كل حد. مش غلط ان يبقى فيه خصوصيات طالما ما وراهاش خطية، تاني بعيد، مش غلط ان يبقى فيه خصوصيات بس طالما ما وراهاش خطية. ده مش permission ان انا اعمل اللي انا عايزه واقول ابونا قال ايه، دي الباوندرز. لا، مش ده اللي انا قلته. انا بقول باوندرز كريستيان باوندرز، باوندرز مع احترام. لازم ادي ولادي مساحة من الحرية، ولازم ادي صحابي والناس اللي حواليا مساحه من الحريه، واحترم هذه المساحه. مش لازم عشان هو صاحبي او هي صاحبتي اعرف عنه كل حاجه، وان ما قالش بقناش صحاب. لا، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط. لازم اترك للي حواليا حريه ان هو يقول الحاجه بارادته. حتى الناس في الخدمه في الافتقار بنسال على حد، اخباركم ايه؟ ما جيتوش ليه؟ في عندنا ظروف. طب ان شاء الله خير، لو في اي حاجه نساعد بيها وخلاص، ما اسالش اكتر من كده. الناس اللي عايزه تقول يقول في الوقت اللي هو شايفه، في الوقت في بس كده في الانجليش، باث بيس اند تشويس،
في الوقت اللي هو حاسس انه فيه صح وحاسس انه قادر يتكلم ان از اون تشويس، ما يجبرش حد انه يتكلم في وقت هو مش محتاج يتكلم فيه. وعشان اسيت الحدود بتاعتي محتاج اتعلم اقول لا، والناس لازم تريسبكت الرقبه. لا انا مش قادر اخرج، لا بس لازم تخرج معانا كلنا خارجين، انا مش قادر اخرج، لازم اريسبكت اللي قدامي مش قادر يخرج، يمكن عنده اي ظروف مش عايز يعلنها، يمكن محتاج يقعد مع نفسه، محتاج يقعد مع ربنا. ملاش نضغط على بعض في علاقاتنا في البيوت او علاقاتنا مع اولادنا او في علاقاتنا كاصدقاء بحجة ان احنا قريبين من بعض. اتركوا لبعضكم مساحات الناس يتحركوا فيها بحرية. الحدود من اهم اشتراطات المجتمع الناضج المثالي، مش المجتمع اللي هو بيقحم نفسه على بعض والناس تبقى مش قادرة تاخد حريتها. احنا كمان لازم نسيت الحدود، اسمح للناس تخش لغاية حياتي لغاية فين. وده من الناحية التانية لا يعني ان انا ما بحبهمش ولا يعني ان هم مش اقرب ناس ليا، لكن لازم بقى في حدود. في حدود بفتح بيت لغاية الساعة كام، في حدود بستقبل تليفون لغاية الساعة كام، في حدود انا بشير ايه ودون شير ايه. الحدود دي ما هياش حاجة غلط وما هياش عدم محبة، الحدود دي خصوصيات. لان ساعات الحاجات حتى مع البيرنتس، الحاجات اللي جوه البيت اللي مش محتاجة انها تتشير مع الاب والام، فيش داعي انها تتقال عشان ما تعبهمش وعشان ما يبقاش فيه انفلونس على البيت، واحاول احل مشكلتي جوه البيت. واحنا في الحدود لازم نتعلم نقول نو، هاو تو سي نو، لا انا مش هقدر، بطريقه كويسه بطريقه مؤدبه، معلش انا مش هقدر اعمل الحاجه دي. والمفروض اللي قدامي يقبل ده with respect. عدم احترام لقيت الناس الاخرين ده انانيه، ودي مش صداقه ودي مش محبه. اللي هنتكلم عليه ده بيعمل مشاكل، يقول لك ايه احنا كنا قريبين قوي من بعض وبعدين بطلنا نكلم بعض تاني والدنيا باظت. ليه؟ لان ما احترمناش حدود بعض. لازم نحترم حدود بعض. بحس ان اللي قدامي محتاج his own zone، I'll keep his own zone لغايه ما هو يستريح ونتكلم. ده مش معناه دول تغيروا من ناحيتنا، دول بطلوا يعملوا ايه، بصوا بقوا عاملين ازاي. سيبوا الناس تستريح، سيبوا الناس تهيل، احنا مش عارفين ايه اللي جواهم، ادوهم فرصه يستريحوا واحنا كمان محتاجين نستريح. نرجع اللي احنا قلناه النهارده، قلنا ان الشخصيه السويه المسيحيه هي اساس البيت المسيحي، وقلنا ناخد مجموعه محاضرات نتكلم عن بنياننا الشخصي، ازاي نبني انفسنا، ازاي نعرف ذواتنا، نعرف شخصياتنا، ازاي نبتدي نتعامل مع الناس اللي حوالينا، وازاي نبتدي نفهم مفاهيم جديده علينا زي مفهوم الحدود، ان هو ده مش حاجه غلط، وان الشخص اللي بيحط حدود لنفسه او لاسرته ده بيحط باوندريز قويه عشان يحمي البيت بتاعه. ولما انا اشوف حد بيعمل كده لازم اريسبكت وما زعلش وما اقولش ده اتغير من ناحيتي، ولا احس ان ده ما بقناش زي الاول. لان المحبه مش معناها سداح مداح، المحبه لا تعني اني انا كل حاجه عندي بقولها كل الناس وكل الناس تبقى عارفه كل حاجه ويبقى انا قاعد في الشارع وبقيت حديث المنطقه. ده كلام مش مظبوط. لازم كل واحد يحتفظ بحدوده ويشير في الوقت اللي هو قادر يشير فيه مع الناس بالطريقه اللي هو حابب يشيرها بيها، واحنا نريسبكت الكلام ده هون، وده ما يقللش في علاقاتنا بعلاقاتنا بالناس اللي حوالينا. في حد عنده اسئله في الحته دي؟ طيب اتفضل نصلي. ليتراقف الله علينا ويرحمنا واسمع صلاه رفعها عندنا كل حين، ولا تقلق القديسه الطاهره مريم وكل المصاف القديسين قادرين ارض الرب باعمالهم الصالحه كل حين، بركه القديس العظيم موريس شافع كنيستنا وكتيبه الطيبيه، بركه ام النور العذراء مريم ورث الاله القديسه، بركتهم ومعونتهم وصلواتهم وطلباتهم تحفظ بيوتنا وتملا حياتنا وتباركنا وتستر علينا وعلى اولادنا. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وعطية وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم، امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم ويدوم فيكم. المرة الجاية هنتكلم عن حاجات لها علاقة بتربية الأولاد شوية، والتأثير ازاي بتأثروا واحتياجاتهم، وبعد كده هنتكلم عن ازاي ان احنا نتعامل لو في خلافات او في خناقات في البيوت. من فضلكم قولوا للناس المحاضرات الفترة اللي جاية دي للناس اللي ما جاتش، هنتكلم على ازاي نحل المشاكل الموجودة في البيوت، وده موضوع مهم. فياريت تشجعوا بعض الناس تيجي. لو انا بيحصل مشاكل جوه البيت ومش عارف ازاي اتعامل وقت المشكلة، ده هنتكلم عليه في المحاضرات اللي جاية.